بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين. قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. تم بعون الله وتوفيقه تشكيل لواء اليرموك في القطاع الجنوبي، وهو يتألف من الكتائب والسرايا التالية: كتيبة الصحابي أسامة بن زيد، كتيبة درع الجنوب، كتيبة عمر بن معاذ الزبيدي، كتيبة الصحابي الجليل عمر بن الخطاب، كتيبة الصحابي البراء بن مالك، كتيبة الإمام بن كثير، كتيبة عائشة أم المؤمنين، كتيبة الصحابي حمزة بن عبد المطلب. هذا وندعو جميع الكتائب إلى لم الشمل وتوحيد الصف، وأن يكونوا يدا واحدة في وجه هذا النظام الغاشم، وذلك من انطلاقا من قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يد الله على الجماعة. ونسأل الله تعالى الإخلاص والتوفيق في القول والعمل، وإنه نعم المولى ونعم النصير. تكبير.